السلام عليكم عزيزاتي المشاهدات، كيف حالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا باش نقدموا لكم هذا الصابلي اللي هو سهل التحضير، وخاصه للمبتدئات اللي ما كينجحش ليهم العجين ديال الصابلي. ودابا على بركه الله نبدا التحضير. الله، ناخذ 125 غرام ديال الزبده نباتيه، عندنا 120 غرام سكر ثقيل، كنعجنو هاد الخليط جيدا حتى نحصلو على شكل بوماد. بعد ما حصلنا على بوماد، دابا غنضيفو شاسي فاني وقبيصه ديال الملح ونخلطو جيدا حتى تنسجم لينا العناصر. هاد المرحله راه مهمه في التحضير ديال صابلي، خاصنا ضروري نحصلو على بوماد باش ملي نضيفو الدقيق ما ندلكوش. دابا غنضيفو معلقه ديال نيدو ونصف شاسي خميره او ما يعادل 3 غرام. غنخلطو العناصر جيدا وغنضيفو الزيت، عندنا نص كاس ديال الزيت، نص كاس عنبه او ما يعادل 60 مليلتر. وبعد ما خلطنا الخليط جيدا نضيفو دابا البيض، عندنا زوج بيضات كاملين، ونخلطو جيدا. ودابا غنضيفو النكهه ديال الفاني، غنضيفو معلقه صغيره، عرفتوا هاد النكهه راه كتعطي مذاق هائل في الصابلي. وغنخلطو جيدا. بعد ما حصلنا على خليط متجانس غنضيفو الدقيق تدريجيا حتى نجمعو الصابلي. وملاحظه ان ملي هاد المرحله ملي نضيفو فيها الدقيق ما نحاولوش ندلكو العجين، نجمعو غير بالاصابع ديالنا، حيت هادي من الاخطاء الشائعه اللي كيديروها الناس في صابلي باش كيديفورما ليهم ولا كيجي مشاك ولا يعني صافي. كنجمعو بالاصابع ديالنا حتى نحصلو على عجين لينه ورطبه وناخدو الدقيق الكافي اللي غيخصنا. صافي غير بالاصابع ما ندلكوش. دابا ملي جمعنا العجين حصلنا على كره متجانسه، المهم تشوفوا القياس ان العجين تكون لينه ما قاصحاش وما رطباش بزاف باش نتحكموا فيها ملي نطلقوها ونشكلوها. شوفوا الشكل اللي عطاتنا العجين، حصلنا على قوام لين، وهذه هي العجينه صافي بركه. ملي تبان لكم على هذا الشكل هذا تكون مطاطيه، صافي حبسوا وصافي وجمعوها ونوضعوها في الثلاجه لمده. غنجمعوها وغنوضعوها ليله كامله تبات في الثلاجه. هذه من ضمن المعايير ديال الصابلي ان العجينه ديالو خاصها تبات ضروري ليله كامله في الثلاجه، حتى الصباح عاد نجبدو نخدموها باش تسهل علينا الخدمه وباش نحصلوا على داك الشكل النهائي والقوام اللي بغينا. تنجح معكم هذه الوصفه، وانا متاكده من التجربه الاولى غيصدق لكم الصابلي ديالكم زوين، كيجي رقيق ومقرمش ولذيذ وما كيجيش فيه عيوب انه يجي مشاك ولا مديفورمي ولا كذا. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وصابوني باش يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد، وتشجعوني حتى انا باش ننزل كل ما عندي. وانا متاكده اي وصفه حطيتها على القناه ديالي كتنجح لكم من التجربه الاولى ومئة في المئة. ومرحبا بكم في قناة عشاق الطبخ مع كوثر، ومرحبا بأي ملاحظة من عندكم.